في ما تحقق معك؟ لا الحمد لله. لا رفع قضايا على حد ولا حد رفع عليك قضايا؟ لا لا الحمد لله. الحمد لله. كلش ولا مرة دشيت المحكمة ما أدلها إلا مرة مرتين. لا مرة مرة. آخر كلام؟ مرة مرة مرة. ليش؟ يوم انفصل بس ما أدري. لا والله هداهم الكومنتات بعد ما يصدقون خبر. يموتون على سوالف الزواج والطلاق. كنا ما في شيء بالعالم إلا هالشيء. زين ندمتي؟ على شنو؟ مش طل... يعني لا 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 ندمت على هذا لا الزواج ولا الطلاق. عادي هو موضوع نصيب صار. نصيب صار كزواج ونصيب صار كطلاق خلصنا. بس ما أنا تعبت أصلا يعني ما مو حلو ترى الواحد يقعد كنا والله تدري شنو أحس إن كنا أنا قاعد أستخدم هالشيء علشان ينتشر وينشهر زيادة. لا ما أبي. بس اللي يعطون الموضوع أكبر من حجمه إنه يعني إيش دعوة كان لعبة الموضوع. لا ما كان لعبة نهائيا. بس هو صج صج نصيب صار هالموضوع. واللي يقولون إنه كنا نحاول نبي نكون كابلز بالسوشيال ميديا أصلاً ما كنت تصورون أنتم مع بعض. وإذا كنا نصور فأنا كذي أصور هذا هذه حياتي حرة. إيه بس إنه لو أبي أحاول أكون كابلز ترى ليه اليوم كان إحنا مستمرين. بس إحنا مو كذي صح ولا لا؟ صح. كان الفلوس عمتنا وتمينا مع بعض حتى لو ما كان عاجبنا الموضوع. صح صح كلامك والله ينرفز والله كلامك كله صحيح.